لم يكن عام 2020 سيء في كل شيء كما نعتقد، فهناك بعض الأشياء الجيدة التي حدثت. فمن إعلان الدواء الجديد لمحاربة فيروس كورونا إلى الأنهار والبحار التي أصبحت المياه فيها نقية فجأة، تابعوا معنا في هذا الفيديو وسوف نقدم لكم قائمة بأفضل الأشياء التي حدثت في عام 2020. اكتشاف دلائل لوجود المياه على المريخ. لن نستطيع أن ننكر أن الحياة على الأرض بدأت تعاني بعض الصعوبات، ولهذا يتوجه اهتمام العلماء والكثير من الناس نحو الكواكب الأخرى. ففي سبتمبر من عام 2020 أعلن العلماء اكتشاف دلائل وجود الفوسفين في السحب الموجودة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، وهو أحد المكونات الكيميائية السامة التي ربما تنتجها الميكروبات. وفي نفس الشهر أعلن العلماء اكتشاف 3 مناطق على المريخ ربما تحتوي على مياه مالحة، وهذه المناطق الثلاثة موجودة تحت بحيرة حجمها حوالي 20 ميل، كما يعتقد أن هذه البحيرات كانت تمتد على مساحة 46,000 ميل. أساليب جديدة للتواصل. من السليم به أن الحجر المنزلي الصحي جعل الكثير من الناس تبدأ في الإبداع. أجبرنا هذا الحجر على اكتشاف طرقاً جديدة للتواصل والابتعاد عن العمل الروتيني في المكاتب. الكثير من الناس خاضوا تجارب المقابلات على برنامج زوم، وآخرين حضروا احتفالات افتراضية، حتى أنه بعض المدارس تحولت إلى الدراسة في المنزل. اكتشف الناس في هذا العام أنواع عديدة من البقاء متواصلين مع أحبتهم وعائلاتهم افتراضياً، وهو ما ساعدهم في الاحتفال سوياً باحتفالاتهم المميزة. عام سعيد على الحيوانات. من المتفق عليه أن عام 2020 كان مريعاً بالنسبة للبشر، إلا أن الحيوانات عاشت لحظات سعيدة في هذا العام. ففي فبراير من عام 2020 احتفلت حديقة حيوانات أوهايو بمولد 2 من صغار الشيتا. يذكر أن هذه الأشبال جاءت ولادتها بعد 15 سنة من العمل على الحقن المجهري لهذه السلالة النادرة، وهو الخبر اللي اعتبره الكثير من العلماء مبشراً، لأنه قد يدشن عصراً جديداً من الحفاظ على السلالات النادرة من الانقراض. ومع الأخذ في الاعتبار أنه ما تبقى في هذا العام من سلالة الشيتا يقترب عددهم من 7,000، وينجو من صغارها حوالي 5% فقط. ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات المحلية الصينية أن واحدة من أنواع الباندا لديها قد تمكنت من الحمل أخيراً من شريكها، والباندا مثل الشيتا هي الأخرى مهددة بالانقراض من على سطح الأرض. علاج الإيدز. لا يزال وباء الإيدز جائحة عالمية، حيث تمكن الفيروس من حصاد حياة 32 مليون شخص حول العالم منذ الثمانينيات وحتى عام 2018، حيث يقدر عدد الوفيات بالفيروس من عام 2018 وحده حوالي 770 ألف شخص. سابقاً في عام 2007 ظهر شخص يدعى تيموثي براون، أعلن العلماء شفاءه التام من الفيروس بعد أن تم حقنه بخلايا من النخاع الشوكي. ومؤخراً في عام 2020 ظهر رجل آخر يعيش في لندن ويسمى آدم كاستليجو، اللي تم إعلان شفاءه التام بعد مضي 30 شهر على علاجه من الفيروس، حيث تلقى آدم أيضاً عملية زرع خلايا نخاعية ينقصها الجين 55، والذي يمثل طفرة طبية عالمية قد ينتهي بها المطاف إلى إيجاد علاج نهائي للفيروس. محاولات عالمية لإنقاذ أستراليا. كان من المؤسف حقاً أنه يبدأ عام 2020 باندلاع حرائق كبرى في أستراليا، جعلت البعض يطلق على الصيف هناك بالصيف الأسود، حيث شهدت المنطقة هناك اندلاع حرائق ضخمة في عدة مناطق بداية من يونيو عام 2019 ووصلت إلى أقصاها في يناير من عام 2020. تسببت هي الحرائق في اشتعال 18 مليون هكتار من الأرض، وكلفت الدولة خسائر تقدر قيمتها بحوالي 103 بليون دولار. كما تأثر بهذه الحرائق بلايين الحيوانات و35 ألف منزل، وتسببت في وفاة 400 شخص. وعلى الرغم من هذه المأساة، عرضت الكثير من الدول مساعدات مادية ووفرت الملابس والطعام والمال والدواء للسكان هناك، كما عرض أفراد الشرطة والطواقم الطبية ورجال الإطفاء السفر لأستراليا لتقديم المساعدات. الطبيعة تتنفس. أحد إيجابيات الحظر المنزلي التي ظهرت بصورة مباشرة وواضحة على الطبيعة هو انخفاض معدلات التلوث الجوي، مع انخفاض معدلات انبعاث غاز النيتروجين في ووهان الصينية وميلان الإيطالية بحوالي 30-40%. كما شهد العالم انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة بسبب توقف الرحلات الجوية وتوقف بعض المصانع عن العمل. كما استعادت بعض الحيوانات مواطنها الأصلية مع تزايد أعداد الفلامينغو في ألبانيا وتزايد أعداد الأسود في جنوب أفريقيا. كذلك شهدت القنوات المنتشرة في البندقية رجوع مياهها إلى نقائها الطبيعي بسبب قلة أعداد القوارب والمراكب فيها. تواصل اجتماعي من أجل محاربة فيروس كورونا.
لقد كان عام مليء بالصعوبات فعلاً، إلا أنه نجح في أن يظهر لنا الوجه الحقيقي للإنسانية مع قيام الكثير من المصانع بإنتاج معقمات اليدين وتواصل الناس معاً لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمصابين واعتراف الكثيرين بالفضل والشكر للطواقم الطبية ومساندة الناس لبعضهم ضد وحشية الشرطة والدفاع عن حقوق الإنسان ومحاولة بعض المشاهير لاستغلال نجوميته لزيادة الوعي بين الشعب وجمع الأموال لصالح المؤسسات الخيرية. ولا ننسى طبعاً كل هؤلاء الذين ضحوا بأعمالهم وفضلوا البقاء في منازلهم من أجل منع انتشار الفيروس راسمين آمالاً عريضة للمستقبل. وأنتم شاركونا ما الخبر الجيد الذي حدث لكم في عام 2020؟